لكن واحد الله سبحانه وتعالى قسم الأحكام إلى قسمين، قسم مربوط بالله وهذا يسمى بالتشريع، هذا لا يزيد ولا ينقص، الخمر حرام منذ زمن رسول الله إلى قيام الساعة، وصلاة الصبح ركعتان من زمن رسول الله إلى قيام الساعة، هذا قسم من الأحكام. قسم من الأحكام يسمى بالتطبيقات، التطبيقات الله سبحانه وتعالى جعله بيد الإنسان وقال في شأنه وأمرهم شورى بينهم، يعني أن الله تعالى أجاز لي أن أزوج ولد، أزوجه من هذه الفتاة ومن هذه الفتاة، أسكنه في هذه المنطقة وفي تلك المنطقة، هذا شيء الله تعالى جعل أمامي الشورى. في التشريع ما في شورى، يعني أنه إحنا نسوي شورى هل أن محمد رسول الله أو أن أبا جهل رسول الله، هذا ما يكون شرع غلط. أما أنه نستشير هل نصادق الشرق أو الغرب، هل نشتري السلاح من الجنوب أو الشمال، هل أنه أزوج ابني أو بنتي من زيد أو من هند مثلا، هل أنه أبني بيتا في الكويت أو في السعودية مثلا، إذن فيه شورى وأمرهم شورى بينهم. نحن يجب أن تكون بلادنا كلها شورى. شورى يعني شنو؟ يعني الرئيس بالشورى، الوزير بالشورى، النائب بالشورى، السفير بالشورى، كلهم بالشورى. شنو فائدة الشورى؟ فائدة الشورى تعطي كفاءات مو محسوبيات ومنسوبيات. أمريكا لماذا متقدمة؟ تقدما دنيويا أحسن. إحنا إذا أردنا القضاء على يهود ومن أكبر من اليهود ومن أصغر من اليهود نحتاج إلى الرشد، الرشد يكون بالكفاءات، الكفاءات تكون بالشورى. هذا الطريق الذي الله قرره لا يزيد شيئا ولا ينقص شعرا.